في الاخر ما بتلاقيش حاجه خالص اسمها مقاومات، بتلاقيه من اول لاخره الطبقه الوسطى. يعني الكونسر بتاع الفورس ده اللي بنمثله بالريزستنس، بعد كده هنقول لا هنعمل له بيلدينج اب بترانزستور. المقاومه ار سي والمقاومه ار سي هتتعمل لها بيلدينج اب بترانزستور، فكله في الاخر بيبقى عباره عن ترانزستور. يعني احنا التصنيع بيبقى تصنيع مين عباره عن ترانزستور، كاباسيتورز كوندكتورز اي حاجه بنطلعها من الترانزستور. فده شكل الايه؟ الديفرنشال امبليفاير. فبنقول الديفرنشال امبليفاير دي نوت اوبريشن. فبقول لو هشتغل في السنجل اند نوت، السنجل اند نوت، فبدخل ايكول على بيز، والبيز الثاني بيبقى جراوند. الشرط تي 1 ولا تي 2 مش هتفرق، واحد فيهم بيبقى واخد ايكول والثاني بيبقى جراوند. فبدأ بسميه سنجل اند نوت بتاع السنجل اند. لو ادخل في اي 1 تساوي ماينس في اي 2، يعني ده هدخله بلس ماينس بي للار، يبقى ده ماينس بلس بي للار، الاثنين ايكوال بس في فيز شيفت بينهم 180 درجه، يعني واحد بيزيد والثاني في الفتره اللي الاولاني بيزيد فيها والثاني بيقل، فده بسميه الدبل اندد خلاص؟ او النود بتاع الدبل اندد. لو اخدت التو انبوتس ايكوال بقول ان انا شغال في الكومن مود، شغال في الكومن مود. وهنبتدي نبص على الكومن مود as an example، وبعدين هدي two examples، الاكزامبل اكسنتريك او اكسنتريك يعني شاذين او واخدين الاكستريمز خلاص، نبص عليهم شكلهم ايه، وبعدين هنبتدي ندخل بقى في الشيء المعين. الكومن مود معناه ايه؟ معناه اني وصلت التو انبوتس ببعض، وخلي التو انبوتس واصلين ببعض. معنى ان التو انبوتس بتوعك واصلين ببعض، ومعناها معنى ان كل الترانزستورز عندك وكل المقاومات عندك ماتش يعني زي بعض بالظبط، هتكون معنى 0.7 يبقى انت ايه؟ في كومن مود معنى 0.7. الكاستر كارنت سورس اي معناها البايس والكيو بوينت بتاع ده والكيو بوينت بتاع ده زي بعض بالظبط، يبقى الاي هتبقى ديفايد اي على 2 هنا واي على 2 هنا. ده ميتر كارنت وده ميتر كارنت. هتبص على الكوريكتور كارنت بتاعه هيبقى الفا اي على 2 هنا والفا اي على 2 هنا. هتبص على الكوريكتور بوتنشال بتاعك هتلاقي في سي سي ماينس الفا اي على 2 في الار سي، وفي سي سي ماينس الفا اي على 2 في الار سي. الاثنين مع بعض كانك حاجه كده مقطعه ومش مقطعه نصين. الاثنين التو برانشز بيبقى هايلي ماتش، يعني الاثنين تيبيكالي زي بعض. تيبيكالي زي بعض. يبقى لو اخدت الاوتبوت ديفرنشالي بين التو كولكتورز هيطلع الاوتبوت بتاعك ايكوال تو زيرو. هيطلع الاوتبوت بتاعك ايكوال تو زيرو. خلاص؟ في حد مش فاهمها؟ هو حضرتك انت حطيت بوتنشال هنا وعندك الكيو بوينت مظبوط، يبقى البوتنشال ده يا اما هيدخلك في الاكتف مود اكتر يا اما هيطلعك في الاكتف مود اكتر. انت على البوردر بتاع الاكتف مود، فلما هتدخل اكتر هتطلع اكتر. بما ان البوتنشال ده فاضل بين الاثنين ترانزستورز، يبقى لو ده دخل اكتر يبقى ده هيدخل اكتر بنفس الكميه، لو ده خرج يبقى ده هيدخل بنفس الكميه. يبقى عمليه البايزنج بتاعتهم هما الاثنين زي بعض. طب الكارت ده محطوط في النص والبرانش ده تيبيكالي زي البرانش ده، يبقى الكارت ده هيتقسم نصين. طب ده اميت الكارت عاوز كولكت الكارت، حط ضرب الفا بتاعت فوق الفا اي على 2 والفا اي على 2. طب عاوز كولكت البوتنشال، يبقى بي سي سي ماينس الكارت في الار سي، بي سي سي ماينس الكارت في الار سي. عاوز ديفرنشال اوتبوت فولتج، ديفرنشال اوتبوت فولتج، ديفرنشال اوتبوت فولتج بتاعك يبقى كام؟ يبقى ده ماينس ده وده ماينس ده يديك زيرو على طول. ده ماينس ده يديك زيرو على طول. خلاص؟ طيب هنيجي على الاكستريمز بقى ونشرح. Thank you.
ايوه هي دي بي سي ام ولا سوبر تور اللي هو كل سنه؟ لا بي سي ام ده كور اوبي في البوك خلاص 0.7 احنا بنقول لك في موز اوبريشن ممكن تكون موجوده
الموت اوبريشن ممكن تكون موجوده انك ممكن تدخل في الدي ار وتعدي وتنطر في 1 و 2 وممكن تدخل واحد والثاني جراف وده بيسموه ايه سنجل هاند انت بتدخل ايه سنجل هاند تمام ممكن تدخل دبل انك تدخل واحد عكس الثاني اوتو فيز ايكوال واوتو فيز وممكن تعملهم تايتنج مع بعض توصلهم ببعض دخل عليهم واحد. قلت ممكن واحد يبقى جراوي والتاني دخل ممكن الاثنين يبقوا ايكوال وانتي فيز او فيز وممكن الاثنين يبقوا تايتل مع بعض. هنيجي ناخد بارامتر قدام شويه خلاص بيقول لي البارامتر ده هات لي الجيم وهم تايتل وهم مش واصلين بالبحر شوف شوفوا مش واخده وهات لي الجيم وهم تايتل مع بعض وهات الريشو دي عشان تعطل لي الديفرنشال كفايه ده كويس ولا لسه ما بيحصلش ففي موضوع اوبريشن موجود فمنها ده ومنها ده نيجي بقى على حاجات الاكسنتريك اكسنتريك يعني ايه؟ زي ما قلت من شويه لو مثلا بتاع 20 مليون 200 جنيه ان الاي سي ده الفاليو بتاعته از هاير عن الاي سي اللي انت بتحطه السنه اللي انت بتحطه وكلمه ديفرنشال كفايه معناها ايه؟ معناها ان التو انبوتس اللي موجودين عندك انت مش عارف تقيسهم والفرق بينهم صغير فانت بتقيس الديفرنس بينهم وتضربهم في اي يعني كلمه ديفرنشال امبليفاير معناها ان بيامبليفاي الديفرنس بين التو انبوتس فعلينا هبتدي اكزاجيريت هبتدي بالغ هنقول ايه؟ طب لو حطيت اي سي انبوت 1 فولت ده مش هيحصل بس انا بحط كده 1 فولت ليه؟ لان عارف برانش يبقى توتال يقف وبرانش تاني يبقى توتال يقف فعاوز ابالغ وريني بقى اقصى ما عندك هتعمل معايا ايه؟ فبقول لحضرتك لو حطيتها مع فولت يبقى هتديني 0.7 اهو بلس ماينس يبقى بلس ماينس بتاع 1 فولت وبعدين يبقى البوتنشال اللي باقي من 1 فولت زائد 3.10 فولت زائد 3.10 بما ان ده جراوند هيجي لك في الدايركشن ده وهيبقى قيمته ناقص 3.10 فولت اللي هم هو اللي هو بلس 0.3 فولت ايه هي؟ انا عندي بلس ماينس 1 فولت البلس ماينس 1 فولت عندي جنكشن موجوده كده هتتوزع على الجنكشن دي وهتتوزع على الجنكشن دي يبقى هو ده تقسيم ال 1 فولت هقسم ال 1 فولت الى جزئين ادي جزئيه وادي تكملتها الجزئيه الثانيه الجزئيه الاولانيه هتتحط على الدي 1 الجزئيه الثانيه هتتحط على المفروض البي بي اي 2 صح؟ يبقى ده اللي هو البي بي 1 بتاعك وده اللي هو البي بي 2 بتاعك فالترانزستور اول ما هنشوف الواحد يقول لك اديني 7/10 عشان ابقى فاديت له 7/10 بقى بطل فضل من الواحد 3/10 يبقى 3/10 تتحط هنا يبقى كأن الواحد هتتقسم إلى 7/10 على البي بي 1 و3/10 على البي بي 2 بس خد بالك لما نطلع من روحي إيه؟ بي بي إي بي بي إي واخد بالك حضرتك عشان الترانزستور يبقى أب يبقى لازم البيس بوتنشال أعلى من الميتر بوتنشال اللي هتبقى إيه؟ الترانزستور يبقى ده ما هوش قيمته مش هحطه كده لا هحطه كده عشان اقدر انقل فعلا انا كده عامل خط اقدر انقل بي بي اي او ايكوال ماينس 0.3 فولت يبقى بقيت البوتنشال بقيت الواحد خلاص يبقى الترانزستور كيو 2 ده يحصل له ايه؟ طف فلما الترانزستور ده يبقى اب والترانزستور ده يبقى اب يبقى بص بقى اصبعي كاني مسحت الايه؟ الحتات دي لان الاي بي بتاع واحد مش هو يبقى الكلام ده كله يجي جاي ايه؟ ناحيه
يكمل في كولاكتو، وهنا اتخذ كولاكتو ارزيل وخلاص جاب القفر. طب لما جاب القفر طبعا ده ما اتمسحش معناها زيرو كارب. لما جاب القفر يعني كارب هنا بقى زيرو، زيرو كارب زيرو امبير طبعا خالص كلها 8 امبير زيرو امبير. يبقى معناها البوتنشال هنا عباره عن بي سي سي ماينس زيرو ماينس زيرو في ار سي يبقى ايكوال بي سي سي، وده عباره عن الفا على اي بي سي سي ماينس الفا على اي في ار سي. طب لو عاوز الديفرنشال اوت فولتج بينهم هما الاثنين يبقى الفا اي في ار سي، وبحطها لك كونس ليه؟ علشان ما تقوليش بقى بي سي 1 ماينس بي سي 2 ولا بي سي 2 ماينس بي سي 1 ما تفرقش معايا، انت عاوز واحد ناقص 2 ولا 2 ناقص 1 فبحط الكونس وانت خد اللي انت عاوزه. يبقى دي اول حاجه اكسبت انك خليت برانش توتال اب وخليت برانش تاني توتال اب. طب لو جيت على العكس ان انا لو عملت كده رحت حاطط ماينس برضه يبقى بنفس الطريقه هتيجي جاي تقول يبقى تاني البلس تحت والماينس فوق ودي 1 فوق هتقسمه نصين يبقى تقسم 7 من 10 وتقسم 3 من 10. طب السؤال ليه بقسم 7 من 10 سبيسيفيكال؟ لان انت لو انت تقدر تديني ان ده ياخد 7 من 10 بتاعته عشان يبقى ار فهو بيروح يفرق. انما انت طالما هتيجي تعمل لي ريفرس بايس، ريفرس بايس يعني لو البوتنشال ده كان ناقص 3 كان هيحصل ايه؟ ده كان هياخد برضه 7 من 10 وده كان هياخد الباقي بس بالنيجاتيف فهو وصل. فانت حاطط طالما انت حاطط البوتنشال ريفرس على الجادج بس اقل من البريك داون بوتنشال فالترانزستور بتاعك اف مش هيتحل. لو حطيت ايكوال تو بريك داون بوتنشال لفتره طويله او حتى من بريك داون بوتنشال يبقى انت مش عملت اف بس انت كمان بتحرق واخبار حضرتك بتاخد بالك منه. فانا حاطينه الاول احنا هنعمله اف بماينس 1 يبقى ده هيديني 0.7 وده هيديني ماينس 0.3. ماينس 0.3 ازاي؟ ان ده لما اخذ 0.7 بقى البوتنشال بتاع المقطع وذ ريسبكت جراوند ماينس 0.7 فولت. وده عدى 1 فولت يبقى البوتنشال ديفرنس بين البيز وبين الميتر ماينس 0.3 فولت. يبقى كان الترانزستور كي 1 هو اللي المره دي بقى اف والترانزستور كي 2 هو اللي المره دي بقى هاي في الاكتف مود بتاعه. كل الكلام بتاعه يروح في الكي 2 والكلام في الكي 1 ايكوالز تو زيرو، والكلام هنا ايكوالز تو زيرو والكلام هنا ايكوالز تو الفا ار. يبقى الابلوت بي سي سي ماينس الفا ار ار سي والابلوت هنا بي سي سي بس. ولو عاوز ده ناقص ده او ده ناقص ده مش مهم هنحط المودلس يبقى الابلوت بتاعك عباره عن الفا ار ار سي الفا ار ار سي تمام؟ هنقسم اشمعنى بقى تيجي هنا؟ طالما ده بقى عوض نتيجه الواحد
يبقى ياخد 7/10 ولا ما تشكريهوش شهر. خلاص؟ ياخد 7/10 ولا ما تشكريه شهر. لو عندك انت بطارية والبطارية دي 3 فولت واحنا عملنا لك كده في الامتحان بقول لك الكوتات شغالة بكام؟ فنيجي بقى للراجل اللي بيقول لك
انت لما وزعت الواحد اشمعنى هنا حطيت السبعة والعشرة؟ لان ده حيطان فاخد السبعة والعشرة بتاعته. اللي فضل منه ايه؟ التلاتة والعشرة. طب انا كله شغال ان ده جراوند وعاوز الابسولوت بتوصل ده. فبقول ان التالي بدل ما هتبقى شكلها كده هتبقى شكلها كده 0.3. خلاص؟ ولا حاطط ايه؟ مايكروفون. كنت حاطط مايكروفون. بقول له البوتنشال ده بكام؟ والله 0.3 فولت. يبقى فضل من ناقص واحد كام؟ 7.10 فولت. خلاص؟ 7.10 فولت البوتنشال بتاعها كده. ماينس 0.3 فولت اللي هو كده. يبقى الترانزستور كيو 2 بتاعي ده هيبقى توتال يقف والترانزستور بتاع كيو 1 هيبقى توتال يقف وهيدخل الكرنت كله في كيو 2 ومفيش حاجه هتدخل خالص في كيو 1. خلاص كده؟ هو انا عاوز اقول لك ايه؟